نشرة منتصف الليل من تلفزيون لبنان في بيروت. مساء الخير. حدثا لبنانيان، خروج سلسلة الرتب والرواتب من عمق زجاجة البرلمان وسلسلة التعيينات الأمنية، ومعها بعض من التعيينات الإدارية من مجلس الوزراء في القصر الجمهوري. وقبل ظهر غد يحصل أول تسليم وتسلم لقيادة الجيش منذ منتصف الثمانينات بين العمادين القهوجي وعون، وما لم يتم سابقا بين العماد ميشيل عون والرئيس أنذاك إيميل لحود بفعل الظروف القاسية، وأيضا ما لم يتم بين الرئيس لحود والعماد سليمان، وكذلك بين الرئيس سليمان والعماد قهوجي، يتم غدا في اليرزي بين القائد السلف للجيش والقائد الخلف. وهكذا يعود اسم الجنرال عون مجددا في قيادة الجيش، لكن هذه المرة مع العماد جوزيف عون، فيما الرئيس العماد ميشيل عون قائدا أعلى للقوات المسلحة. وفي المجلس النيابي تقر اللجان المشتركة سلسلة الرتب والرواتب التي تكلف أقل من 1200 مليار ليرة. وفي الشأنين انطلاقة جديدة للدولة على قاعدة استعادة الثقة والنهوض، ويبقى موضوع الانتخابات النيابية بحاجة إلى قانون قبل 21 من الشهر الحالي لتجري الانتخابات في أيلول مثلا، لكون أيار غير ممكن بفعل 90 يوما التي تتطلبها الدستور، كما أن حزيران شهر رمضان المبارك. وفي قانون الانتخاب يمكن أن ترجح كفة المختلط بين الأكثري والنسبي، كما يمكن أن يعدل قانون 60 لجهة الدوائر. مسألة ثانية في الرصد السياسي تتعلق بالترتيبات بمشاركة لبنان في القمة العربية في الأردن، سواء لجهة الموقف العربي الواحد والموحد من قضايا فلسطين والنزاعات في المنطقة، أم لجهة إجراء المباحثات من قبل الرئيس عون وكذلك الرئيس الحريري على هامش القمة فيما يتعلق بالتعاون اللبناني الخليجي، خصوصا وأن ما حكي عن مجيء العاهل السعودي إلى لبنان قد تراجع، وكذلك مجيء السفير السعودي الجديد، إضافة إلى الانزعاج الإماراتي من المواقف اللبنانية. وكل هذا يستقطب اهتمامات واتصالات. وفي الشأن الأمني برز أمران: الأول، التوغل البحري الإسرائيلي قبالة شاطئ الناقورة في المياه الإقليمية اللبنانية، وهذا الموضوع تتابعه قيادة الجيش مع قيادة اليونيفل. الثاني، المداهمات التي يقوم بها الأمن العام لشركات مالية متهمة بتمويل ودعم الإرهاب. إذن مجلس الوزراء أنجز تعيينات القادة الأمنية وبعض المواقع الإدارية. ترجم الوفاق السياسي داخل مجلس الوزراء بإصدار الدفعة الأولى الأساسية من التعيينات في جلسة عقدت في القصر الجمهوري، جلسة طغى على بنودها تلك المتعلقة بالتعيينات من دون أن يكون هناك أي اعتراض على الأسماء التي كان قد تم التداول بها في الإعلام في الأيام الماضية، مع تسجيل اعتراض من بعض الوزراء على آلية طرح الأسماء، فجرى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع وستعتمد الطريقة المناسبة، وقد وعد الرئيس سعد الحريري باعتمادها في المرة المقبلة. تعيين العميد الركن جوزيف عون قائدا للجيش وترقيته إلى رتبة عماد. تعيين العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع. تعيين العميد توني فايز صليبة مديرا عاما لأمن الدولة. تعيين العميد سمير أحمد سنان نائبا لمدير عام أمن الدولة. وضع اللواء جورج أرعى بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع. نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي. تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي. تعيين القاضية هيلين اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل. تعيين القاضية فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي. تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديرا عاما للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد. تعيين السيدة غراسيا أزي والسيد هاني الحاج شحادي عضوين في المجلس الأعلى للجمارك. تعيين السيد بدري ظاهر مديرا عاما للجمارك.
وضع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك. الجلسة التي أقر فيها مشروع القانون الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية استهلت بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، أكد فيها أنه لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا، داعيا إلى الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية إلى مرحلة المواطنة الحقيقية، مقترحا تشكيل اللجنة التي تحضر للخروج من الطائفية إلى المواطنة، مؤكدا من جهة ثانية أن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، لافتا إلى أنه أبلغ الموفدين الأمريكيين اللذين زارا لبنان التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، داعيا إلى وجوب تنفيذ هذا القرار على جميع المعنيين به بالتساوي، ولبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب. وكانت كلمة للرئيس الحريري دعا فيها إلى وجوب وضع الاختلافات في الرأي جانبا والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولا. رئيس الجمهورية الذي وقع بعد الجلسة مرسومي تعيين قائد الجيش والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، التقى المدير العام الجديد لأمن الدولة لواء توني صليبة الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاه إياها مع مجلس الوزراء بتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة. تعيين العميد الركن جوزيف عون قائدا جديدا للجيش اللبناني بعد ترقيته إلى رتبة عماد. يعود العماد عون إلى قيادة الجيش اللبناني، فرح وحزن اختلطا في منزل قائد الجيش العماد جوزيف عون بعيد تعيينه في جلسة مجلس الوزراء. الفرح لأن ابن بلدة العيشي الجنوبية الذي أعطى عمره للمؤسسة العسكرية وتدرج في السلك حتى استلامه قيادة اللواء التاسع يصل اليوم ليكون قائدا للمؤسسة الأحب على قلبه، هو الذي ترعرع في كنف فوج المغاوير وتتلمذ على يد قائد فوج المغاوير السابق العميد المتقاعد جهاد شاهين واللواء الشهيد فرانسوا الحاج، وصولا إلى العميد المتقاعد شامل روكوز. الحزن لف خبر التعيين لأن الفرحة نغصت بفقدان العائلة للأب منذ أقل من 20 يوما، الأب الذي كان أيضا في المؤسسة العسكرية وأكثر الداعمين لابنه البطل. بدمعة وفرحة غص منزل العماد عون في سن الفيل بالأصدقاء وبمحبي العماد الذي أصبح في خدمة كل الوطن. لبيه يرحم ترابه يلي ما صار له 20 يوم ومات بهالحرقة. وفي مسقط رأسه بلدة العيشية الجنوبية تجمع المواطنون في ساحة البلدة حاملين صور القائد ووزعوا الحلوى والصور على الحضور والمرة على وقع الأغاني الوطنية وإطلاق المفرقعات النارية في أجواء من الفرح. عون الرئيس التقى عون العماد الذي شكره على الثقة التي أولاه إياها مع مجلس الوزراء بتعيينه قائدا للجيش، وتمنى الرئيس عون للقائد الجديد للجيش اللبناني التوفيق في مهامه الجديدة. أحييكم من جديد. اللجان النيابية المشتركة أقرت جداول الموظفين والمعلمين والعسكريين وستتابع درس الإصلاحات والواردات غدا الخميس. نوال الأشقر سلمان والتفاصيل. سلسلة الرتب والرواتب أنجزت بشقها الأول والأكبر وهو جداول السلسلة لكل القطاعات العسكرية الإدارية والتعليمية، وبقي شقان الإصلاحات والإيرادات لجلسة تعقد عصر الخميس، وبذلك حصل تقدم كبير في السلسلة جعل إمكانية وضعها في جداول أعمال الهيئة العامة هو أمر وارد. أولا السلسلة ما خلصت، هيدي مشان نصحح، لأنه كمان مرة برجع بقول بعرف مش الحق عليكم، بعرف انه بيطلع نواب اوقات زملاء اوقات ما بعرف من مين بتطلع اخبار وتنشر وبتوصلنا لجوا ب 70 80% بتبقى مضخمه،
نحن ما عندنا سلسلة أقرت، هيدي لجان مشتركة أولا في هيئة عامة بعد. اثنين، نحن عندنا جداول أكيد خطوة أساسية صارت اليوم، لكن بذات الوقت في إصلاحات وفي واردات، الواردات والإصلاحات ستبحث غدا بكرة في جلسة ساعة 5:30، وبالتالي سيستكمل النقاش وستستكمل السلسلة بمعنى إراداتها وبمعنى أيضا عملية الإصلاحات يلي بالنسبة لنا كلنا سوا ككتل بالمجلس النيابي هي أساس لتمويل وللحفاظ إذا بدكن على استقرار المالي والنقدي اليوم بالبلد. السقف الذي وضعته الحكومة 1200 مليار تم الالتزام به، والمفعول الرجعي لم يحسم ولو أن كل المعلومات تشير إلى عدم الأخذ به. في موضوع الدرجات حصلت تسوية بأن تعطى 3 درجات للإداريين بدل 4 و3 للأساتذة بدل 6. وبموضوع التفاوت الكبير برواتب العسكريين تم رفع راتب العسكري إلى 982,000 بدل 655. الرئيس نبيه بري أكد أن السلسلة حق لا بد من إقرارها والأمور تسير بشكل طبيعي وإيجابي. ووزير الدفاع نقل عن الرئيس بري إصراره على التخلص من آفة الوضع الأمني في منطقة البقاع. الأمور تسير بشكل طبيعي وإيجابي في شأن سلسلة الرتب والرواتب، هذا ما أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، مؤكدا مرة جديدة على إقرارها عاجلا أم آجلا لأنها حق لأصحابها. ونقل النواب عن رئيس المجلس بأن مسار درس السلسلة التي تناقش في اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي يشير إلى أنها في طريقها إلى الإقرار، ولم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها. وحول قانون الانتخاب جدد الرئيس بري القول أمام النواب أن لا جديد حتى الآن في هذا الشأن، مؤكدا على عدم إضاعة الوقت والعمل من أجل إقرار قانون جديد. مصادر مطلعة أكدت أن ضيق الوقت سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم وسيظهر من مع التمديد ومن مع قانون 60 وإجراء الانتخابات على أساسه ومن لا يأبه لمخاطر الفراغ في حال وصلنا إلى موعد الاستحقاق من دون التفاهم على قانون جديد. كان الحديث أول شيء الإسراع في سعي إلى إنجاز السلسلة، هذا الموضوع الأساسي المتعلق بإنجاز هذه السلسلة، وموضوع قديم العهد يجب الانتهاء منه بالطريقة التي تخدم مصلحة العاملين في الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، مضاف إلى الأساتذة على مستوى الجامعات وغير الجامعات. تقدم بموضوع قانون الانتخابات للآن ليس هناك من جديد على هذا الأمر للأسف الشديد. والمقاربة اللي عم تحكم الموقف من السلسلة هو السعي ما أمكن للتوفيق بين إمكانات الدولة وإعطاء القطاعات كافة حقوقها وبصورة عادلة. الوضع الأمني في البقاع والتسريع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة والتعيينات الأمنية كانت مدار بحث بين الرئيس بري ووزير الدفاع يعقوب الصراف، الذي نقل عن رئيس المجلس دعمه للسلطات الأمنية وإصراره على التخلص من آفة الوضع الأمني في البقاع. كذلك وضع الرئيس بري في أجواء زيارته للجنوب ناقلا عنه وجوب التنسيق الدائم بين الجيش واليونيفيل، مشددا على أن سلسلة الرتب والرواتب ليست عمل إفرادي بل تراكمي. العهد الجديد لا يرضى بالعرقلة، يعني فينا نتفق، فينا نختلف، فينا نتحاور، فينا نتبادل الآراء، فينا بس مبدأ أو عرف العرقلة المطلوب وضعه على جنب. بعترف لك ما حكيت مع دولته عن الأربع درجات، واقتراحي وقناعتي أنه السلسلة يجب أن تكون شاملة. إن العلاقات الدبلوماسية محصورة بشخصين، معالي وزير الخارجية وفقمة الرئيس فيما خص العلاقات الخارجية. أما فيما خص تصريح فقمة رئيس الجمهورية اللبنانية، أنا ملتزم بأي حرف، كل حرف منها أنا ملتزم به. أنا اعترفت قدام مجلس الوزراء أنه نعم أنا قد أكون قصرت بقسم من مسؤولياتي فيما خص التعيينات الأمنية، ولكن يجب أن نعترف أنه الحركات المشبوهة على الحدود الجنوبية من العدو الإسرائيلي بالفترة الأخيرة، لأنه كمان برأيي في شد حبال بين الإسرائيلية والأمريكان، وبرأيي للناحية الأمنية الاستقرار الأمني
هو واجب. وفعلا اعتذرت أمام مجلس الوزراء وقبلوا اعتذاري. الرئيس بر التقى وفدا من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بحضور النائبين علي عمار وبلال فرحات، وتم عرض شؤون وشجون الوضع الإنمائي في الضاحية. مجلس المطارنة الموارنة يدعو إلى بت قانون الانتخابات النيابية قبل الوقوع في الفراغ وإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون أن تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. قانون الانتخاب العتيد ومشروع الموازنة العامة شكلا مدار بحث اجتماع المطارنة الموارنة الدوري في بكركي، فحذروا من الوقوع في الفراغ ودعوا إلى وضع رؤية اقتصادية للنهوض بالاقتصاد، معربين عن قلقهم للفساد المستشري في إدارة الدولة، ومشيرين إلى أن محاربته ليس من خلال الإعلام فقط بل الاحتكام إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة. يرى الآباء في التجاذب الحاصل في موضوع قانون الانتخاب إشارة إلى غياب إرادة التغيير والبحث عن رؤية مشتركة عما ينبغي عما يبتغى من هذا القانون، والمطلوب الإسراع في بت هذا القانون تحاشيا للوقوع في الفراغ. وهم يتمنون أن تدرك القوى السياسية الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامة الجديد بفرض الضرائب وزياداتها على المؤسسات الاقتصادية والشعب اللبناني، مما يسمح بإقرار سلسلة الرتب والرواتب عادلة دون أن تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني. المستمعون رأوا أن ما حصل في مخيم عين الحلوي يشكل انتهاكا سافرا لسيادة الدولة اللبنانية، وثمنوا ما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية من جهود لعدم التساهل مع المخلين بالأمن. البطريرك الماروني مارشارا بطرس الراعي وضع المطارنة في أجواء الزيارة التي قام بها لمصر، وثمن الأباء الإجماع المصري على رفض الاعتداء الذي يتعرض له الأقباط. الرئيس ميشيل عون يؤيد ما طالب المجلس النسائي وإزالة كل الفوارق القانونية بين المرأة والرجل. هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرأة اللبنانية في يوم المرأة العالمي مقدرا تضحياتها وتفانيها، وأشدد على دورها في بناء الوطن والمجتمع والعائلة. وأكد في خلال استقباله في حضور اللبنانية الأولى سيدة نادية الشامي عون وفد المجلس النسائي اللبناني برئاسة إقبال مراد دوغان أنه مع إزالة كل الفوارق القانونية بين المرأة والرجل. أمينة المرأة بالنسبة لنا هي حبيبة قلبنا، هي ولادنا بناتنا، هي إخواتنا، هي أماتنا، فإذا ما بنقدر نفرقهم عنا. نحن مع إزالة الفوارق القانونية بين المرأة والرجل، نفس الحقوق ونفس الواجبات. طبعا أنتوا بتكونوا الأوائل حتى تساعدونا، فإذا كل شيء عم تطلبوا فيه نحن معه بدون قيد أو شرط. نحن معكم، رحنا عم نشتغل إن شاء الله بعهدي، رح نقدر نحقق أمنيتكم وبعدكم أنه بدأت تتحققها. وكانت دوغان أشارت إلى أن المرأة اللبنانية لا تزال تعمل لإرساء قواعد دولة الحق والمساواة في لبنان، متمنية أن يلقى تحركها الدعم اللازم من رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى، منوهة بمواقف الرئيس عون الداعمة لحقوق المرأة قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية، كما أشادت بالدور الذي لعبته كريمة الرئيس خلال التحرك الذي قام به المجلس النسائي اللبناني لإقرار قانون معاقبة العنف ضد المرأة، واعتبرت أن اعتماد الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية مسألة أساسية ومهمة بالنسبة للمرأة اللبنانية. وفي اليوم العالمي للمرأة، الرئيس عبد الحريري في احتفال في السراي يؤكد أننا نريد بناء لبنان مختلف يتساوى فيه النساء والرجال. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مأدبة فطور تكريمية للسيدات الموظفات في السراي الكبير بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. الرئيس الحريري خاطب الحضور بالقول إن هذا اليوم هو يوم المرأة، فهن الجنديات العاملات ليلا نهارا وقد هنأهن على ما تقمن به من إنجازات. الرئيس الحريري قال اليوم هو يوم التضامن مع المرأة خصوصا من قبل الرجال، لأن هناك الكثير من عدم المساواة في العالم فيما يخص المرأة، ومنذ البداية أؤمن بوجوب أن يكون هناك كوتا نسائية، لأن المجتمع لن يتقبل ذلك إلا إذا فرضنا هذا الأمر عليه، وهو أمر متبع في فرنسا وأمريكا وأوروبا ومعظم دول العالم،
كما أؤمن بالكوتا لكي يعلم المواطن أن عليه التصويت للمرأة في لوائح الانتخابات. بعد ذلك يمكننا رفع الكوتا عندما يتعود المواطن على انتخاب النساء في الانتخابات النيابية. الرئيس الحريري أكد الوقوف إلى جانب المرأة قائلا: اعتبرنا أن لديكن مناضلا ومحاربا معكن، لأنني أؤمن أننا كرجال لدينا أمهات وأخوات وبنات ونريد أن نراهن في أعلى المراكز، وسعد الحريري معكن وسيبقى معكن. وكانت مديرة الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء سناء سروان قد تحدثت بالمناسبة وشكرت باسم المدعوات الرئيس الحريري على لفتته، وشددت على أهمية الدور التي تقوم به المرأة، مطالبة بإعطائها حقها في السياسة والإدارة وفي المجالات كافة. وللمناسبة أضيء السراي الحكومي في تمام الساعة 6 للدلالة على احترام المرأة في لبنان وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية السياسية الإعلامية والاجتماعية. وللمناسبة نفسها اللبنانية الأولى نادية الشامي عون أكدت أمام وفد الجامعة اللبنانية الكندية أن حضور المرأة في البرلمان حق أساسي من حقوق المرأة اللبنانية. أكدت اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون أن حضور المرأة في الندوة البرلمانية ليس موضع منة من أحد، بل حقا أساسيا من حقوق المرأة اللبنانية التي أثبتت حضورها في مختلف المجالات، وهي موضع ثقة واحترام الكثيرين في لبنان والمنطقة والخارج. وأثنت في خلال لقائها وفدا من الجامعة اللبنانية الكندية على عمل الطلاب وأفكارهم من خلال الحملة الإعلانية التي تنوي الجامعة إطلاقها حول دعم فكرة الكوتا النسائية، معتبرة أن أي خطوة من أي جهة كانت لدعم حقوق المرأة وحضورها في مختلف مجالات العمل الوطني والإنساني هي موضع ترحيب وتشجيع، مؤكدة أن للمرأة اللبنانية الكثير لتقديمه على مختلف الصعد وهي قادرة على الإبداع في مختلف المجالات. وفي خلال اللقاء شدد رئيس الجامعة روني أبي نخلي على حق المرأة بالمشاركة الكاملة في الحياة السياسية حتى ولو بدأت بالكوتا 30%، وألقى عدد من الطلاب كلمات أكدوا فيها إصرارهم على إعلاء صوت المرأة في البرلمان ومختلف مراكز السلطة. وفي ختام اللقاء قدم الوفد للبنانية الأولى هدية تذكارية عبارة عن مجسم حفر عليه تقود نحو عالم أفضل، تعبيرا عن أهمية دور اللبنانية الأولى في العمل على ترسيخ حق المرأة. عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة مع رئيس مؤسسة عبدالله العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة عبدالله بن حمد العطية، يرافقه سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون الخارجية دوراد ياغي، وقد استبقى جملاط ضيوفه إلى مائدة العشاء. مزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط السريع. التطورات السياسية والاقتصادية عرضها الرئيس أمين الجميل مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق عبدالله بن حمد العطية، الذي أكد أن لبنان هو بلده الثاني وهو يزوره بعد غياب 6 سنوات. تناول الرئيس حسين الحسيني مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ مجمل التطورات في لبنان والمنطقة، لا سيما القرار 1701. الحسيني أكد تمسك لبنان بالشرعية الدولية. عرض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأوضاع اللبنانية والعربية مع سفير الجزائر أحمد بوزيان، كما التقى وفدا من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ومن زوار دار الفتوى وفد من اللوبي الاقتصادي العالمي برئاسة علي المصري. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التقى وفدا من المجلس الاقترابي اللبناني للاستثمار برئاسة نسيب فواز، وعرض معه أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج وتأثير اقتصاد المغتربين اللبنانيين على لبنان. نظمت جمعية مطوري العقار بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة ندوة في لبنان في مقر غرفة التجارة. نائب رئيس الغرفة نبيل فهد أشار إلى أن النشاط العقاري بالغ الأهمية لتأثيره العميق على الاقتصاد، محذرا من العودة إلى فرض أي أعباء جديدة. دعوة من الجامعة اللبنانية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا UALF والمركز الثقافي الفرنسي والسفارة الكندية، أقيم في مبنى الجامعة مؤتمر بعنوان كيفية التعايش في لبنان بحضور سفيرة كندا في لبنان ميشيل كاميرون وفعاليات ثقافية. رئيس الجامعة محمد سلهب لفت إلى أن الميزة التي تميز بها الوطن هي العيش المشترك بين مختلف أبنائه، ثم كانت كلمة للسفيرة الكندية التي لفتت إلى أن المؤتمر هو مثال يجب أن يعتمد في كل الدول كما في لبنان. افتتحت بلدة مشحل عكارية مركزا لفرز النفايات يعتبر الأول من نوعه في عكار باحتفال أقيم للغاية في البلدة بالمدرسة الحميدية الأثرية بحضور فعاليات البلدة وأعضاء المجلس البلدي.
برعاية وزير الإعلام الحمرياشي، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إدال تكرم الإعلاميين الاقتصاديين، ورئيسها ينوه بدور الإعلام في الفقرة الاقتصادية. برعاية وحضور وزير الإعلام ملح مرياشي، كرمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال الإعلاميين الاقتصاديين خلال حفل عشاء أقيم في فندق كيمبينسكي سامرلاند بحضور نقيب المحررين الياس عون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العامة للإرسال LBC بيير الظاهر، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، والإعلاميين الاقتصاديين المعتمدين في وسائل الإعلام المرئي المسموع والمكتوب. الوزير رياشي تناول في كلمة له أهمية دور الإعلام الاقتصادي، مؤكدا ان المرحله تتطلب الصبر والحكمه. انا بشكر ايدال، بشكر مستر عيتاني على هالدعوه، وبشكر كل الصحافه الاقتصاديه، لانه الصحافه الاقتصاديه هي عمله نادره ببلدنا. انا بذات وقت استاذ جامعي على طول بطلب من طلابي يتجهوا وياخذوا اتجاه الصحافه الاقتصاديه، سواء الاقتصاد الضخم او الاقتصاد المعرفي، وكله صار اقتصاد ضخم ولو بآلات صغيرة الحجم. صحيح إدال لتشجيع الاستثمار، بس الصحافة الاقتصادية لتشجيع وتأمين مناخ للاستثمار. كنت برحلة على موريال من فترة كتير قريبة، اللبنانية طلبوا مني شغلة واحدة، نقولولنا الأخبار الحلوة، ما تضخمونا الأخبار البشعة، نقولولنا الأخبار الحلوة عن لبنان تنقدر نأمن ننزل على لبنان ونستثمر بلبنان. وكلنا عارفين أنه المناخ بلبنان آمن وأمين وجاهز أنه يستضيفهم ويستقبلهم. وبعد عرض إنجازات إيدال في فيلم وثائقي، طرح رئيس المؤسسة نبيل عيتاني خطة إيدال لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن لبنان يتمتع بمقومات وأسس دعائم إيجابية تجعل منه مركزا رئيسيا للأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعلن عيتاني أن المؤسسة منحت 50 مشروعا، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى لبنان يسجل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. لبنان أيها السيدات والسادة لديه الكثير الكثير من المقومات ومن الأسس والدعائم الإيجابية، ليس كل شيء سلبي في لبنان، فهناك الكثير الكثير من الأشياء الإيجابية، ولديه الكثير الكثير من نقاط القوة التي تجعله مركزا رئيسيا للأعمال في المنطقة، والتي تشكل مادة دسيمة لكم للترويج وإعادة تموضع لبنان على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية. النشرة انتهت، مخرج النشرة فريق العمل وأنا نشكر لكم حسن المتابعة، وللمرأة في عيدها كل عام وأنت بألف خير، تصبحون على خير.